أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة أن المملكة المتحدة شريك استثماري رئيس على المستوى العالمي، وأن حجم العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وبريطانيا تشهد نمواً مضطرداً والذي يأتي انعكاساً للعلاقات التاريخية المتميزة الممتدة بينهما. جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد توم وينتل رئيس مفاوضات الجانب البريطاني في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشار سعادة الوزير إلى حرص البحرين على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، لافتا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين والاستفادة من مميزات اتفاقية التجارة الحرة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة المرجوة ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.